الحسد أصلا موجود في جميع النفوس، حتى قيل الحسد لا يخلو منه جسد، الحسد لا يخلو منه جسد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه من ماله أو مال أخيه فليبرك من ماله يبرك، قال نعم حتى ممكن تحسد نفسك، لأن الحسد في كل جسد. لا تنظر إلى صحتك، إلى أولادك، إلى مالك، إلى حلالك من غير أن تدعو بالبركة، فقد تصيب نفسك. ومن العبارات المشهورة عند العوام يقول إيش، ما يحسد حلال إلا صاحبه. هذا صحيح ممكن. وقد حدثني شيخي وأستاذي عبد الرحمن بن يوسف الصمد رحمه الله تعالى وجزاه الله عني خيرا، قال أن شابا أو رجلا قد بلغ 38 سنة وعندهم الولد 8 أولاد، قال في نفسه ذات يوم وقد اجتمعوا 8، قال 38 عندي، أو يقول في نفسه، قال فنظر الأول فسقط ميتا، فنظر الثاني فسقط ميتا، فنظر الثالث فسقط ميتا، فنظر الرابع فسقط ميتا، فنظر الخامس فسقط ميتا، فتوقف فعاش له 3. نعم صحيح. ولو رجع أحدنا بذاكرته لوجد مواقف كثيرة كثيرة. واحد تكلم كلمة شيء أرض يأتيه بالحال، قد يحسد نفسه، حد من زمان ما صابني حادث، اليوم نفسه يصيبه حادث. لا تأمن الحسد. طيب كيف الوقاية منه؟ كيف الوقاية؟ يعني الحاسد واضع على نفسه لوحة كاتب أنا حاسد خلي بالكم مني؟ لا والله، ما قلنا الواحد ممكن يحسد نفسه، والله مالك إلا أن تلجأ إلى الله وتقرأ المعوذتين حتى يقيك الله عز وجل الحسد. الحسد والعين الحاسدة عين خبيثة يخرج منها نار يحرق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبرة يعني ممكن تقتله، وتدخل الجمل القدرة ممكن تقتلها جمل، الحق عليه قبل يموت ينحرونه ويأكلونه. لماذا؟ من صابه بالعين. فلذلك الوقاية من هذا ماذا؟ أن نستعيذ بالله، أن نقرأ هاتين المعوذتين، ومن شر حاسد إذا حسد. والناس تحسد على كل شيء، حتى لو شيء يسير تحسد عليه. حتى قيل يقال أن رجلا مات يوم الجمعة فحسدوه، ما مات إلا الجمعة، هذا حظه، حظ معروف، حتى يوم موت صارت الجمعة، والموت يوم الجمعة فيه فضل يقيه الله شر إيش عذاب القبر، لكن حسدوا حتى موت الجمعة. فلسان حاله ميت طبعا ما يتكلم، لسان حاله يقول هم يحسدوني على موت فواسف، حتى على الموت لا أخلوا من الحسد. نعم الناس والله تحزالت في الأشياء. بل ذكر الله عز أن اليهود حسدوا المؤمنين على ماذا؟ على إيمانهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما؟ حسد من عند أنفسهم. قال القرآن، يا أخي يقرأ القرآن يحسدون، ليش يقرأ القرآن؟ المحافظ على الصلاة قال شوفوا الدفلاء معيالي نايمين، شوف يحسد حتى لا يصلي. بعض الناس يتأخر عن الصلاة يحسد من يتقدمه، لماذا هذا يتقدمني؟ كل يوم فايت ركعة ركعتان صلاة صلاتان، هذا بل ما طوف صلاة يحسده. يحسد الإنسان على كل شيء. ناس اليوم بتلو يصور الطعام ويصور أولاده ويصور يصور يصور وزع ويحسدون ويصابون، ما يتعظون. الناس تحسد على كل شيء، ولا يقيك هذا الحسد إلا أن تستعيذ بالله بقراءة هاتين السورتين، وأيضا تستعيذ بالله عموما من شر حاسد إذا حسد. إذا كان إنسان ممكن يحسد نفسه فكيف بالآخرين؟ نعم قال فهذه السورة، فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سحر، وهذا ثابت في الصحيحين، وإن أنكره من أنكره من بعض الكتاب المعاصرين
فهم مبطلون بذلك.